هكذا يحرص أعوان أمن سوق السوريكان أحد أكبر الأسواق الشعبية بالعاصمة على تقييد المواطنين والتجار بالإجراءات الوقائية، الكمامات والمعقمات والتباعد الاجتماعي شروط ضرورية قبل الدخول إلى هذا السوق. رانا نعانو شوية، كاين كيما نقولوا 97% يلبس البافات و 3% ما يلبش. كاين اللي تقولوا دير بافات يشنف عليك. الإجراءات الوقائية نطبقوها، بروتوكول صحي نطبقوه حنا. عندنا أعوان الأمن كاين الصباح وكاين العشية، من 6 تاع الصباح كاين في البيبان 6، حنا ندورو لداخل، اللي يدخل بقياس درجة الحرارة ندير له التعقيم، نحافظوا على التباعد، الولاد صار ما يدخلوش. والحمد لله كما قلنا قايمين الحمد لله. التباعد الجسدي مسافة الأمان مترا، وما كثرش الغاشي داخل وخلاص. التجار من جانبهم أيضا يحرصون على تتبع هذه الإجراءات الوقائية من أجل حماية أنفسهم وحماية الزبون أيضا. احنا دوكا كي يجي الزبون لازم يا أخو يكون داير بافات، نديرو له الجال يا أخو ويدي معاه القهوة أمبورتي يا أخو، وهكذا باش نحافظوا على الشعب وإن شاء الله كيما يقول لك يزول المرض هدايا ويروح، إن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء والبلاء. حاجة الأولى نطلعوا الريدو نضربوها بثيقة، وعندنا النشف نحطوه منه ومنه بلا جافيل. وحاجة دوزيام الدراري الصغار ممنوع علينا فوق 3 داخل الحانوت ما كاش، وعندنا هادو البروموسيو تاع الجال اللي دخلنا طولها الجال نطولها كل حاجة. الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا يستدعي وعيا ومسؤولية من طرف المواطنين والتجار على حد سواء للحد من انتشار الوباء.